سارة، هناك شيء جميل في زمن الكورونا، وهناك شيء ساحر في هذا الخوف العالمي من فيروس خفي، وهناك نوع من الرومانسية في هذا السجن الطوعي الذي وضعنا أنفسنا داخله. الكلام للصحفي اللبناني جوزيف طوق في مقالة محفزة موحية كتبها لصحيفة الجمهورية اللبنانية تحت عنوان زمن كورونا الجميل. عن هذه المقالة وعن الجانب الإيجابي البناء لهذه الأزمة الصحية التي يمر بها العالم، نستقبل معنا عبر سكايب الصحفي اللبناني جوزيف طوق. جوزيف، أهلا بك يا ابن العائلة الكريمة. صباح الخير أستاذ طوني. نحييك من استوديو ومن حجرك المنزلي. يعني بداية، شفت شو حلوة كورونا؟ يعني أنا بالبيت قاعد مرتاح. نحن بنحيى روحي جميل. صرنا عم نعمل مقابلات، وهذا هو يمكن تأثير كورونا اللي رح نبلش نشوف التغيير تبعه بالأشهر المقبلة ويمكن بالفترة القادمة. أنت ترجمت هذه الإيجابية جوزيف بمقالتك وعنوانها بيحكي عنا زمن كورونا الجميل. لماذا زمن كورونا الجميل؟ أنا كتير مبسوط بكورونا. أنا حاسس شخصيا أنه يمكن كورونا هو أجمل شيء صار بآخر 100 سنة. وبعتقد أنه هذه النتائج رح نبلش نشوفها بالفترة القادمة. في هلع كتير، في خوف كتير، وضروري يكون في خوف ليكون في انتباه كرمال نقدر نحمي أكبر عدد من الأشخاص وما نشوف كتير ضحايا عم بيموتوا بفيروس كورونا. لكن الخوف مش هو من الفيروس ذاته، الخوف من نحنا وقتا إجا كورونا ورجعنا على بيتنا. فهمنا نحنا شو كنا عم نعمل بكوكب الأرض، نحنا فهمنا شو كنا عم نعمل بعلاقاتنا الإنسانية، بعلاقاتنا مع بعض. دول فهمت أنه كان في تركيز كتير كبير على العدائية وتدمير الآخر وخلق الأعداء، وإذا اكتشفنا كلنا سوا أنه نحن عائلة واحدة. الإنترنت والعولمة والتكنولوجيا كانوا عم بيجربوا يقولوا لنا أنه العالم هو ضيعة صغيرة، ولكن إجا كورونا وبظرف أقل من شهر فرجينا عن جد أنه العالم كله سوا هو ضيعة صغيرة. فرجينا أنه مش الأشخاص اللي موجودين بحياتنا هن بس اللي لازم نخاف عليهم ونحبهم ونعتد أمهم. فرجينا أنه حتى إذا كان في حدا بالصين ما بعرف ألفظ اسمه فيني أعتل همه وفيني خاف أنه هو يكون مريض تما أنا أكون مريض. وللأسف أنه بعصر مواقع التواصل الاجتماعي انتهى واقع التواصل الاجتماعي، وصرنا عم نشوف أنه مش التكنولوجيا هي اللي بتعمل حياتنا، ولكن الإنسان هو كإنسان هو اللي بيعمل الحياة، وهذا الشيء اللي عم نفهمه اليوم. نعم. تسأل في مقالتك جوزيف، هل قرر كوكب الأرض أن ينتقم منا؟ ينتقم من ماذا؟ ينتقم منا، ينتقم من وحشيتنا، من وحشيتنا نحن تجاه هذا كوكب الأرض. كوكب الأرض اللي عطينا كل شيء وحمانا وحضننا وطعمانا وخلينا نتنفس ونشرب. نحن ملأنا المحيطات فيه، لوثنا الأنهر والهواء. كان في تركيز عالم كتير على الصناعة، وصار في انبعاثات كتير كبيرة للCO2 لثاني أكسيد الكربون، وكوكب الأرض كان عم يختنق. بقى فضل هو يخنقنا ببيوتنا على أنه هو يموت، وهلأ هو عم ينقص حاله. برأيك مش عم يتجدد يجددنا معه؟ أكيد أكيد. نحن عملنا الحيوانات بطريقة بشعة كتير، وبنجي من نكت وبنعمل نكت أنه هي بيأكلوا بالصين جرادين، بيأكلوا بالصين حيوانات. هيدي ثقافة، ونحن عنا ثقافة مختلفة. يمكن هو إذا بشوف نحن كيف ناكل بيقول ليه هول اللي عايشين بالشرق الأوسط أو البلاد العربية لك شو بيأكلوا. بقى في حضارات مختلفة. نحن اللي بنعتبر حالنا متحضرين أو نتبع النهج الغربي تقريبا، مننتج حيوانات بشكل مهول كرمال نذبحهم بطريقة ما فيها رحمة، وكرمال تناكل ونعمل برجر ونقول إنه ليه نحن عملنا أطيب ستيك. وهيدا كان إجرام. ما نقعد نعتب نحن على ثقافة تاكل نوع معين من الأكل ونحن اللي بنعتبر ثقافتنا كان فيها إجرام. بقى نحن كمان تعلمنا أنه هذا الكوكب مش للإنسان، هذا الكوكب لكل الحيوانات، وعلينا نحن نعيش مع بعض كلنا سوا، حتى مع النباتات. غابة الأمازون سنة الماضي كنا كلنا عم نبكي، كانت عم تحترق، عم تحترق منا نحن، عم تحترق من أفعالنا. والمحيطات اللي بتأملنا كل شيء كمان عم تختنق. بقى نحن لازم نفهم من بعد كورونا وهي القعدة بالبيت. وقت كنا صغار كانت أمنا بس تزربنا، قلنا فوتوا على الأوضة.
واليوم كوكب الأرض قال فوتوا على بيت عدوا وفكروا بالأخطاء اللي أنتوا عملتوها، اركعوا بالزاوية، توجعوا شوي تتعرفوا أنتوا شو عملتوا، كمان تعرفوا أنا قيمتي وكيف لازم تتعاملوا معي. نعم، وبتشير بمقالتك زمن كورونا الجميل إلى أن هذا الوباء أو هذا الفيروس جمع الأنظمة كلها، الإمبريالية، الديمقراطية، الجمهورية. صحيح. طبعا مش صحيفة الجمهورية، الأنظمة الجمهورية. صحيفة الجمهورية والفاشية والنازية والديكتاتورية. صحيح. صح. جمع كل هالأنظمة وجعلها سواسية. سواسية حول ماذا؟ حول ماذا؟ كانت الأنظمة أمريكا عندها عدو، وإيران عندها عدو، ولبنان عنده عدو، وفرنسا عندها عدو، كانت كل الدول عاملة أعداء كرمال تخلي أنظمتها شغالة. ولكن اليوم فهمنا كلنا سوا، كل الدول بكيف ما كانت أنظمتها ودساتيرها وقوانينها، فهمنا أن احنا عنا عدو واحد، وهذا العدو مش عدو الدولة، هذا عدو الإنسان. فهمنا بكورونا أنه القيمة الحقيقية هي للشخص، للفرد، للإنسان، إن كان غني ولا فقير، مشهور ولا مدعوس، ولا عنده شغل ولا عاطل عن العمل. فهمت كل الدول، الدول نحن قعدنا ببيوتنا، والدول قعدت جوات حدودها، بطل في دولة عتلانة هم برات حدودها شو بدها تعمل. كل الدول اتضبضبت وفادت على قلب حدودها، تتشوف إنه قيمة الإنسان ما تخلص شعبها، تتفهم وفهمت إنه الإنسان وقتها بيكون بخير بتكون الدولة بخير. وهذا الشيء رح نشوفه بالتغير الكتير كبير اللي رح يصير بعد كورونا، ورح نشوف السياسة العالمية كيف تتغير كلها سوا، وطريقة التعاطي مع الأمور. نعم. لأنه الإنسان هو الأساس وهو الأهم، وهذا اللي فهمته الدول. وتضيف جوزيف، حتى لو مت أنا من الكورونا ماذا يحصل؟ وإذا مت من الكورونا كأنك بدك تموت مطمئن، تقول أموت مطمئناً. أموت مطمئناً لأنه بعرف أنه أنا حياتي ما إلا قيمة أكثر من حياة طفل بأفريقيا عم بموت من الجوع، ما إلا قيمة أكثر من طفل بمناطق النزاعات حول العالم، بسوريا وبالعراق وبميانمار وبكل بلدان العالم، مناطق النزاعات اللي بترسم حدود المناطق مصالح الدول. هذه الحدود وقتها بتموت عائلة، بيموتوا أطفال، بموت أم وبموت باي، وقت شخص بأفريقيا أو بالهند بيموت من الجوع، كنا نحن قاعدين عم نعمل لايكات على إنستغرام وعلى فيسبوك وعلى تويتر مكملين حياتنا عادي. كان في ملايين الأطفال وملايين العائلات والأمهات تموت كل يوم وكل عام حول العالم، ونحن ما كنا عتلانين هم، ما كنا عم نفكر فيهم، كنا عم نفكر كيف بدنا نجيب أكل تنعمل نحن على العيد، ما كنا عم نفكر بالناس الجوعانة. وإنما اليوم أنا إذا مت بكورونا شو بتكون؟ رح أفهم أنه أنا حياتي قيمتها مش أكتر من قيمة هذا الولد اللي أنا أصلاً ما كنت سألان على حياتي. وعلى فكرة توني، بيموت كل سنة أكتر من مليون شخص بحوادث سير حول العالم، كل يوم بيموت أكتر من 3500 شخص يومياً حول العالم بحوادث السير. شي مرة نحن انتبهنا أنه نعمل سيارات سريعة أقل، أو عملنا نعمل طرقات ونآمنة أكتر، ولكن كنا بس من عد أنه سقط وسقط وسقط جريحا وقتيلا على الطرقات. بس مع اللوك داون العالمي اللي صاير بيومه أكثر من 85% من الكوكب قاعد بيوت، نسبة حوادث السير خافت 90%، يعني في أكثر من 2500 شخص وأكثر كل يوم ما عم بيموت. لكن هول إذا ماتوا بكورونا يعني بعد الحياة ماشي طبيعية. في كتير أسباب كانت عم تخلي الناس تموت. ما حدا وقف البرجر وقت كان في أكثر من 10 مليون شخص بيموتوا من البدانة ومشاكل القلب والسكري حول العالم، ما حدا قطع البرجر أو الفاست فود من العالم، ما حدا وقف السكر اللي هو كان عم بيكون سبب كتير كبير لموت الملايين، كانت الحياة مكملة. ولكن فيروس اليوم ما في وقف البشرية، مفروض نحن نخاف كمان نحمي حالنا، وبعد كورونا مفروض نخاف من كتير أشياء كمان فيها تحمينا. نحن فهمنا أنه حياتنا إلنا قيمة، حياتنا إلها قيمة كتير كبيرة، نحن رح نتعلم بعد كورونا ننتبه عليها كتير منيح. منذكر هون طبعا ب يعني تحقيق أجرى موقع سولار كوتس، يقول إن نسبة الحياتات التي خلصت بسبب قلة التلوث جراء كورونا أعلى 8% من نسبة الحياتات التي فقدت جراء كورونا. تختم مقالتك صحيح. زمن كورونا الجميل بتمن، ما هو جوزيف؟ التمني هو أنه كان في كتير أوبئة حصلت عبر التاريخ ومات فيها ملايين البشر. نحن اليوم فهمنا أنه قصص الأوبئة اللي صارت بالتاريخ هي مش بس دروس للتاريخ منسمع أجوبتها بالفحوصات، عرفنا أنه نحن حتى جزء من هذا التاريخ. نحن اليوم رح يخبروا بعد
كذا سنة أنه مات ناس بوباء كورونا بالعالم. لازم نحن نتعلم الدرس كتير منيح ونفهم كتير منيح أنه هيدي الحرب العالمية الثالثة اللي نحن عم نعيشها اليوم رح تكون نتائجها كتير كبيرة، ونفهم نعيش نحن كبشر بعد كورونا. ومش هم إذا متنا من وباء، المهم ما نعيش بالغباء في الحياة. لا، بدنا نعيش ونختبر هذا التغير يا جوزيف اللي أشرت له، ونشوف الأرض نقية أكثر ونحن أنقياء مع أكثر. الصحفيين اللبنانيين جوزيف تو، يعني بثيت الإيجابية والتفاؤل باستوديو صباح النور. نحن مشكرك، كنت معنا مباشرة عبر سكايب. شكرا لك.